الطياخ تطوب الخاص الى الحبيب الكريم. مشاهدينا متابعينا الكرام اينما كنتم، اسعد الله صباحكم هذا بكل خير، احييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يجمعنا اللقاء بكم في صباح هذا اليوم السبت الموافق بتاريخ 29/7/2017، حيث ننقل على حضراتكم وقائع سباق صباح هذا اليوم الذي خصص لفئة الحجايج، وضمن شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، التي تنطلق في 30 ميدان بدولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا يا أبو خالد على هذا الدعم المتواصل لهذه الرياضة العربية الأصيلة. شوطنا الأول اتحرك قبل لحظات، ومع هذه الانطلاقة الأولى ترحيبنا وتشريفنا بكل الأخوة الحاضرين الذين يتابعون هذه المسيرة مع المسافة المقررة هي بالثلاثة كيلو مترات هنا في ميدان الهباب. نرحل مع الرحلة الأولى لنقترب من الصدارة، ونعطيكم الوصف التفصيلي للمراكز المتقدمة. عندنا المركز الأول من واقع الشعار، شعار سلطان بن علي بالهناوي من يتقدم بالمركز الأول. أما المركز الثاني الطليلية الخليفة بن سالم بالطبيعة، نقلة تالية إلى المركز الثالث وشعار بن خفية. شعار بن خفية على ظهر شواهين، على ظهر شواهين. نشوف اللي بالمركز الثالث، المركز الثالث منصورة أحمد بن عتيج بن خفية، والمركز الرابع، المركز الرابع أقول في رابع المراكز بنت مرسال وحميد بن محمد بن سالم الزرعي، والمركز الخامس هذا شعار بن دعفوس، هذا شعار بن دعفوس المنصوري. الله يا عامر اطلع، يا عامر اطلع، اطلع الى المقدمة. اليوم الناموس، اليوم الناموس منصوري، اليوم الناموس مع بن دعفوس. اشوف يعني حركات غير طبيعية، اشوف حركات غير طبيعية من قبل اللي هي صبا. مشاهدينا الكرام، طيب نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع بالهناوي من يقدم لنا شواهين. الهناوي بن سعيد الشوين الاشتبي هو 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 في البداية، هو في النهاية، هو هذا الشعار المتسلط على الأشواط الرئيسية. 1200 1200 يا مشاهدين يا متابعين، غادرناها مع بالهناوي. يلا يا بن دعفوس، يلا يا بن دعفوس، يلا يا راعي صبا، يلا يا عامر، يا بن حمود، يا بن دعفوس، يا المنصوري. المركز الثالث أقول هني ظن وراشد بن سعيد بن مطر بضبيعة، والمركز الرابع هذا شعار سالم بن علي بن سليم، والمركز الخامس تأتينا اللي هي الواصلة سليم بن سالم الاشتبي. هذه المراكز الأولى. يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، بالهناوي مسيطر، بالهناوي مسيطر، وما زال مسيطر، وما زال متألق، وما زال في الفورمة، ولكن بالطبيعة يهاجم المقدمة على ظهر ظن، على ظهر ظن راشد بن سعيد بن مطر بالطبيعة، والبن سليم قادم على ظهر الشاهينية سالم بن علي بن سليم. أقول يلا يا بالهناوي، يلا يا بالهناوي، لأن بدينا في اللحظات الأخيرة، بدينا في اللحظات الأخيرة. ركز يا مصورنا، نشوف المركز الرابع أيضا، هذه أول إذاعة ندى مطار بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي، قادم الأحبابي، قادم في آخر الأمتار، صاحب الأمتار الأخيرة، صاحب الأمتار الأخيرة. أعطوه المجال، أعطوه الطريق، فتحوا له المجال، لأن هاجم هجمة لا تنصد ولا تنرد. ولكن بن سليم، بن سليم، الله يسلم بن سليم، الله يا راعي الشاهينية، الله يا راعي الشاهينية، غادر بالمركز الأول، غادر بالمركز الأول، قادر إلى الصدارة، قادر إلى المدام، قادر 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 مع أول أشواطنا. تهانينا، تهانينا، وألف ألف ألف مبروك على هذا الانتصار الذي تحقق مع منصوره
او الشاهينيه سالم بن علي بن سليم المركز الثاني. المركز الثاني المركز الثاني ان شاء الله بس نتاكد لان انحجبت عنا الرؤيه عند خط النهايه اعذرونا ما شفنا اللي وصلنا بالثاني والثالث والرابع على اما اعتقد كان بالهناوي عندنا والحبابي كان موجود بالمركز الثاني مطار بن حمد بن مصلح بن جمهور ونهنئ